السلطان الدكتور يمتون بيغول وزير الاستثمار الحكومة القومية إخوة الكرام أعضاء المجلس الوطني مدام رايت هونوربل رئيسة مجلس التشريعي بولاية شمال بحر المازال الإخوة المستشارون في حكومة الولاية الوزراء في حكومة ولاية شمال بحر المازال رؤساء المفوضيات المحافظون أعضاء المجلس التشريعي الولائي الإخوة والأخوات الشباب والمرأة وسلاطين أطفال الصغار الفرق الممثلة لمناطق مختلفة ولاية شمال بحر الغزال وأخص بتهيئة خاصة للفرقة القادم من ولاية وراب الشباب اللي نظموا حزا البرامج مواطنين منطقة أرياغرياك حضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي شرف لنا للعام الثاني على التوالي لنكون حضورا ونبارككم بمناسبة آيات الميلاد المجيدة كل عام أنتم بخير. نحن اليوم في تشريف فخامة نائب رئيس الجمهورية للعام الثانية والوفد المرافق له هي شرف لأبناء وبنات هذه المنطقة اللي هم يستمتعون بالسلام والاستقرار والمحبة. نائب الرئيس ما بتجي هنا ده إلا بموافقة من فخامة رئيس الجمهورية وبالتالي نحن عازمين كل الحس بأن الثقافة دي سيمتد ونتأهد بأن وجود بتاع فخامة نائب رئيس الجمهورية سيكون بمسافة وجود الرئيس وإن شاء الله نحن نعمل 100% بأن يوم من الأيام فقامة رئيس الجمهورية سلفا كير ميابي سيكون حاضر في هذا المكان إن شاء الله. الثقافة هي جسر للتواصل متربط الناس ومعالي الوزير ذكر بأنه قبل الفترة وجيزة كان أقيمنا مهرجان الثقافي تمثلت فيه كل قوميات بتاع جنوب السودان وده احنا عايزين نواصل فيها عايزين نكسر حيز بتاع الخروج من المعلوف للأداء الضارة عايزين المجتمع بتاعنا يكون صالح. ندعو كل الناس أبناء جنوب السودان الموجودين في المهجر والموجودين في كل مكان إن السنة الجاية إن شاء الله احنا عايزين ندعو كل أبناء جنوب السودان يجوا في المكان ده ويحتفلوا بدانيا رياض. نعمل أن يلتزم كل الناس والبرنامج دي بدأت كشيء بسيط ولكن ستمتد والغرض منه هو أن تنسهر كل الثقافات في جنوب السودان بالثقافة الموجودة في ولاية شمال بحر الغزال في منطقة أرياغرياك ودي إن شاء الله نحن سمينا كثير من المتحدثين إنه هذا البرنامج سيشمل كل المناطق إن شاء الله. و أنا كمان اللي جاي وكل شاب كيان وزراء كمان وأعضاء برلمان القومي ومي بعول كمان غير أنا كوي كمان أمريكا أنا كوي كمان أستراليا كوي كمان كندا كوي كمان كينيا